السلام الزوينات، كديري لاباس عليكم؟ كديري مع الصحه كلشي بخير. اليوم قابلتكم هاد الجي باش ما تملوش وتعياو من التصوير ديالي، واليوم جبت لكم وصفه جديده اللي صراحه خطيره على البشره. هاد الوصفه هذه مكونه من الزيت ومعها ثلاثه المكونات اللي موجوده في كل دار. ها هو الزيت. هاد الزيت البنات اللي يصلح الكنف، اللي عندها الكنف اولا اللي يلا غيبدا عندها الكنف، كما كتعرفوا بعد الولاده كيجي الكنف. هذا البنات تبعوه من بدايه الكنف، اولا كان عندكم الكنف قديم اولا، المهم البنات هذا كيحيد الكنف والصراحه زوين بزاف. ثلاثه سيمانات غتبان عليك النتيجه، غيبدا الكنف ديالك غادي يبدا يتقشر. انا هذا البنات ما فياش انا الكنف، كنديرو على الحبوب اولا لاطراس ديال الحبوبه الا بقات عندي، كنصايبو كنخليه في الدار غير احتياط. وصراحه هذا كيصلح لجميع البشره وزوين بزاف بزاف بزاف، جربوه وردوا عليا الخبر. المهم البنات الوصفه راه سهله وكتكون يعني مكونات ساهلين، وما تنساوش ديروا جيم على هذه الوصفه هذه حيتاش كتستاهل جيم. وما تنساوش لي الله شاف القناه يدخل يشارك في القناه ويضغط على الجرس باش يوصلها كل جديد. وكنتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك طبيعه الحال، ما عجبكمش ديروا ديزلايك. انا كنقول هاد الوصفه هادي كتستحق يعني كتستحق لايك، ديروا ليا لايك. يلا نخليكم البنات تعرفوا على المقادير. البنات نبداو دابا في المقادير ونبداو على بركه الله. هنا غادي نحتاج واحد معلقه صغيره ديال الخرقوم، وهنايا خاصو يكون خرقوم بلدي. تكونوا طاحنينه في الدار ولا تكونوا طاحنينه عند العطار، ولكن يكون ثقه داك العطار اللي غيطحن لكم الخرقوم. وغادي نحتاج هنايا واحد شويه نسبه قليله ديال القرفه. هنايا البنات انا القرفه كما قلت لكم في واحد الفيديو بانني عندي الحساسيه ديال القرفه، الا كانت عندكم الحساسيه ديال القرفه انا غادي ناخذ واحد النسبه قليله، يعني حتى نتوما غديروا المقدار اللي غادي ندير. الا كانت عندكم البشره عاديه غادي تحتاجوا واحد نصف ملعقه صغيره، يعني تكون ما عمرش بزاف. المهم البنات انا تشوفوا شحال غادي ناخذ، غناخذ مقدار صغير. كما قلت لكم انا عندي الحساسيه، الا استعملت هكايا بودره على وجهي كنحس بوجهي يعني كيحرق وكيولي احمر. ملي كنستعملها في هذا الزيت هذا ما كنحس بحتى شي حاجه. المهم البنات هاد القرفه هذه مهمه في هاد الزيت. كما كتعرفوا بان القرفه عندها فوائد كثيره وعندها يعني كتتجدد الخلايا. اذا غادي نحتاج منها واحد شويه واحد المقدار ما غاديش نكثر منها. وهنايا البنات كما كتشوفوا عندي هنايا الحامض، ما بغيتش نخوي الميكا حتى نوري لكم يعني هذا المنتوج هذا راه الحامض. صراحه البنات هاد الحامض زوين بزاف، راه بودره انا غادي نخويها لكم باش تشوفوا. يعني القشور ديال الحامض مكرمينو وطاحنينو وكيولي بحال على هذا الشكل هذا. صراحه البنات زوينه هاد الوصفه هذه، البشره اللي فيها الكنف اللي فيها اثار الحبوب صراحه البنات زوينه بزاف. وهنايا البنات عندي الزيت هذا، راه زيت العود كما قلت لكم في واحد الفيديو بانني زيت العود كنصايبو يعني في الدار، كناخذ غير زيت العود العادي كنديرو في حمام مريم، كنخلي واحد المده ديال ساعه حتى لساعه ونص حتى كيمشي منه الملحه. عاد كناخذو في واحد القرعه بحال هكا كيكون موجود عندي فيما كنبغي ندير شي وصفه لشعري ولا لوجهي ولا الجسم ديالي، كنلقاه موجود بلا ما كنبقى نسخن بشويه بشويه حتى يعني نبغي نستعمله. كندير هاد القرعه راه كانت عامره ليا، غادي تخويو وعاوتاني غادي نصايبو. الا كنتو بغيتوني نصايبو معاكم كتبوا لي في التعاليق وغادي نصايبو معاكم ان شاء الله. غادي نبدا دابا الوصفه. غادي ناخذ قريعه كيما الا عندكم هذه استعملوها، الا كانت عندكم غير قرعه تاع الجاج حتى هي استعملوها. المهم انا كتعجبني بحال هذه، كنفضل نديرها صغيره باش نحس براسي يعني استعملت واحد الزيت وكملته. الا كانت عندكم القرعه هكايه ديال اليقامه ولا قرعه ديال الكوفيتير اولا اي قرعه استعملوها، يعني المهم قرعه خاصها تكون باش تخلطوا في هذا الخليط. المهم انا دابا غادي ناخذ ورقه باش ناخذ نستعمل هذه المكونات اللي عندي. غادي نلوي غير الكاغط، نديرو على قد الفم باش ملي اللوح
ميتجلاش. هانتوما البنات كما كتشوفوا غير باش ما يتجلاش ليا. هنايا البنات غناخد واحد المعلقه، هذه البنات راه المعلقه صغيره ماشي كبيره، غادي نحتاج غير صغيره. الا بغيت تضعفوا المقادير ضعفوها. غادي ناخذ معلقه كبيره ديال، يعني هاد المعلقه ماشي كبيره، يعني هاد المعلقه هادي باش غادي نعبر كلشي نديرها في حتى هي في. غادي ناخذ واحد مقدار صغير هانتوما البنات صافي. هنا غادي ناخذ الزيت، بالنسبه للزيت غادي نكب الزيت على حسب المقادير اللي عندي. كما قدرت معلقه معلقه وربع ربيع ديال القرفه. غادي نعمر القرعه باش يدرقوا لي دوك المكونات اللي عندي. بالنسبه لطريقه الاستعمال لهذا الزيت هذا، غادي نحطو على الوجه ديالي وبطبيعه الحال غادي يكون الليل وما تكونش البوله شاعله، وغادي ناخذ واحد الفوطه نديرها على الوسادة ديالي من بغي نعس. ومن انا كنفضل تباتي به، ما بغيتيش تباتي به يعني ديرونجيك هذاك اللون الاصفر، غادي ديريه جوج سوايع وغادي تحطيه على البشره ديالك، غادي تطبقيها وغادي تماصي لمده 5 دقائق. هذه بالنسبه الى ما بغاتش تبات بها غادي تخليها لمده جوج سوايع كافيه بان غادي تمصها البشره. وانا كنفضل انا بعض المرات شحال من مره كنبات بها وما كدير ليا حتى شي حاجه، يعني ما كطلي ليا مخدمه حتى شي حاجه. من الاحسن تباتي بها باش تعطيك نتائج اكثر واكثر. اللي ما بغاش ديرو غير جوج سوايع وصافي. مهمه البنات استعمليها على البشره ديالك كما قلت لكم 3 سيمانات غتعطيكم النتيجه. انا هاد الوصفه هادي كنعطيها اللي عندها الكنف واللي عندها الحبوب واللي عندها ليطاش. وتا بالنسبه اللي باغا توحد اللون، كما كتعرفوا بان الخرقوم كيوحد اللون، القرفه كتجدد الخلايا، والحامض مبيض والزيت مرطب. البنات هاد الوصفه هادي كلها طبيعيه كما كيقولوا، الا ما ضراتك ما نفعاتك راه ما غاديش تضرك، يعني الا ما دارت لك حتى شي حاجه ما عندها ما غادي تضرك ما حتى شي حاجه. مهم البنات انا هاد الوصفه هادي عطيتها لكم من قلبي وجربوها، وكنتمنى تشتركوا في القناه ليا الله شافت القناه، وتنساوش ديروا ليا جيم وتخليوا ليا تعليق وتقولوا ليا كيف جاتكم هاد الوصفه هادي.